ولا فينا؟ اش بالك فيه؟ الو غنى قول. فينوم الاول انا فاش شفت توم هاردي كنت فيري اكسايتد، كنت عزيز عليا داك لاكتور بزاف واللي ما زيش لي كاريزما ك سي فريمون سي الممثلين القلال اللي كتفرج فيه كل سوا الفيلم غير باش تشوفه هو بحال اوامان شو الوغ فينوم فينوم اكس كنت تصور غيكون دارك موفي سي فينوم سي ان مونستر وهذا وكذا وفاش شفناه في سبايدر مان 3 فريمون سيتي كيلكان اللي كان هو الكوتي الخايب هو الكوتي الدارك في توبي ماغواير فاش دخل لوكور ديالو الوغ الفيلم كان توم هاردي نجيك من الاخر كان توم هاردي داكشي اللي كاع داكشي دار به هانت سنو هانت عندك الليد رول هو توم هاردي والسبورتن سوبر سبورتن رول اللي هو توم هاردي انت هو اللي ديال لافو ديال فينوم ايدي بروك و الفيلم ايدي بروك و فينوم بجوجهم توم هاردي و كاع الصعوبيه باش مثل ان رول بحال هكاك و جوكوا كان سجل لافوا ديال فينوم ودارها في لي زيكوتور باش يتصنت لاوي يتجاوب مع جوكوا هاد لا تكنيكيه باش كنخدم عاد خلي لا ديفيكولتي انك تخدم مع شي حاجه ما كايناش يمكن تكون بعد مره غير كيحطوا لك تينيسه ولا شي حاجه غير باش تكون ريفير ديال مي سينو لي بيرسوناج الاخرين الفيلا ما كانش شي حاجه عاديه تخي بازيك داك الفيلان البارد فهمتي ديك ساينتيست البارد البيزنس مان ساينتيست سلاش ساينتيست اللي كنعرفو ديما زعما باش ما نطولوش زعما ما كانش شي فيلم اللي فيه بزاف ما يتقال الصراحه حنت اول مره نشوفو فيلم على فينوم زعما ما عندناش ريفيرونس قبل فينوم اللي كان بان شحال هادي هو اللي بان في سبايدر مان 3 اكزاكت الثيرد اكت كان فيه سي جي اي بزاف دونك ما شفناش توم هاردي بزاف دونك ما شفناش اهم حاجه في الفيلم بزاف دونك الثيرد اكت كان ناقص بزاف فوالا مي كنت زعما كنت باغي نشوف ما كانش عندي مشكل نشوف فيلم واحد اخر ديال بينهم حنا على ود توم هاردي زعما هذا الفيلم اللي حيتي من توم هاردي ما غيبقى عنده حتى معنى صافي مهم وجهه النظر ديالي في هذا الفيلم هو كما قلتي توم هاردي هو كلشي في الفيلم وكتبينا فوق ديال لافيش توم هاردي داش كبرين شي اللي كاين الا ما كانش كما قلنا الفيلم كان عادي جدا بحال قلتي ما بغاوش يعقدوه ما بغاوش يديروا شي حاجه كبيره كما قلت قبيله في افلام ديما الاولين ديال اوريجين ستوري ديال الهيرو كيحاولوا ما امكن يديروا فيلن عادي بسيميلر باورز باش ولكن وعر منه بشويه بحال كيف مطرف بلاك بانثر بحال كيف مطرف فلاندر وومن هي بحال كيف ما بزاف افلام كيديروا هاد القضيه كيديروا تقريبا عندهم نفس النوع ديال الباورز كيربحوا بعضياتهم المهم كيضربوا في الاخر فايت كانت عاديه زوين حتى انا كنت عاودت الفيلم باش قبل من فينوم الثاني باش نشوف القضيه كيديره ما كانت اخرى اللي خدات الاوسكار اللي معاه مثل الدور زوين وصافي كنت تقدر ترامبلاسي باي اكتريس واخر ما كانش ما بينا حتى شي حاجه جديده وبغاو يبينوا عندها دور في الاخر فاش كانت زادت هذيك اللعيبه ديال الصوت وخلاتهم جوج وبينوها زعما بين عرفتي الكاميرا شدات فقره على هذيك اللقطه الكاميرا شدات فيها بحال هكا كديرها وكتضحك زعما راني درت شي حاجه شوفوني ما عرفتش ماشي شي حاجه ولكن شنو اللي نفع هذا الفيلم نفعوا انه كان بوحده في ذاك الوقت تقريبا في ذاك بيرو ديال 3 شهور شهر قبل منه شهر من موراه ما كان حتى شي فيلم من نفس النوع اللي نجح بزاف يوصل حتى ل1 بليون دولار تاعو حتى دي بحال كان هذا السقف ديال كيتنافسوا عليه شكون اللي غيوصل ل1 بليون دولار وزاد عليه البلان ديال امينيم انه تا هو كان دار السونغ ديالو كان ماركتينغ زوين
ويلا كان خرج الارض ديالو حتى هو يعني بنادم مشكي كاع حيت كنعرفوا حتى اللي كيتصنت غير زيز علي ام ان ام بزاف تفرج في هادشي وجات الفكره قال لي غنمشي معكم السينما نتفرج نتفرج في فيلم غير ما غاديش نفهم والو ياك ما كيعجبكش هادشي قال لي في ام ان ام تخيل الا كان واشي شنو نقول لك ألف واحد بحال هادو راه على ربح مزيان وين صافي كما قلت لك هاد اللعيبه غادي نهضروا عليها في شنو نهضروا على الكودكو على القضيه ديال في دونت لوكا نوكا فا صافي فكرت شي حاجه كان الكوميدي كان زوينه كان يقدر يكون فيلم حسن حسن بزاف كون داروا ريجيد ار يعني يديروا فوق 18 عام exactly. شوف فينوم فينوم كيشد واحد كياكل اللي بحال هكا راسو كيبان لك مشى مع الدم وداك الشيء تشعشير المهم تكون واحد الغور فايلنس ما ملي ما كتشوف داك الشيء وكتبقى تكمل من راسك كتكون واقفه شويه ولكن السؤال واش كان غيخدم الفيلم ماديا انهم هما داروا بيجي 13 ووصلوا ل 1 بليون دولار انا قلت غير بيجي 13 كتعني زعما اوتوماتيكمون بلوس دو بيبليك هما تبعوا الفلوس من الاخر وهادشي اللي دايرين حتى في موربيوس الفيلم الجاي اللي حتى هو الفيلم ديال الفامباير فيلم ديال الفامباير ما نشوفوش فيه بزاف ديال الدم شنو غادي يكون بحال ما انا باقي شاك في داك الفيلم والله اعلم ماكسيموم ديالو يقدر يكون بحال فينوم الاول المهم كندوزو للثاني اللي عاودوا فيه نفس البلان بيجي 13 وكمل على كل كلمه شبالك فيه والثاني كتقول كوميم غادي تزاد اكثر واحد اخر حتى هو معروف و وكيصرع لي رول ديال لي فيلان اللي هو وودي هارلسون اللي بان في سميتو في افتر كريديت سين ديال الفيلم الاول وي بان في وي وانت كتعرف ان البيرسوناج علاش كيدوي لا 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 ما عنديش كاع حيت معاك قال انا كنت فرحت لك لعيب اللي كيقول كارنج مشيت قل انا ماشي بوتونسييل كبير كنا هضرنا على القضيه عندك دو غون زاكتور عندك مي اونكور اون فوا القضيه ديال بي جي 13 راه كتلعب يعني ماشي غير الكوتي غو وداك الشيء حتى لا فيولونس بسيشيك سيكولوجيك كي يضربوا ويحاول يعني غادي دير غالبا غادير اميشون اللي بازيك فهمتي ما غديرو ما غديرش ستيل جوكر ولا هذاك فهمتي يمكن لكش توصل على كو عندك ماشي جوكر دارك نايت كان بي جي 13 دارك نايت كان بي جي 13 ولكن ولكن لي سين ديالو واخا ما كيبينوش الدم كان غير كيخلع الصاط فريمون كيخلع فاش هذوك لي سين فاش كيهد فاش كيمناسب هذيك لا لام وكيشد الواحد هذاك راه الا كنتي اللي كانت عندي يعني الى عندك 10 سنين غتشوف ديك اللقطه راه تقدر تولي تحلم به من بعد فهمتي يعني ملي كيكون عندك لي زاكتور بحال هكا كان فهمتي كان عنده كان عطى الله من الدرب هذا داك ما كانش المهم الكتابه ماشي حتى اللي حتى المره معولين على الفايلنس معولين على داك الشيء حيت كارنج في الكوميكس وتشوف سميتو ديما كيبان كارنج من الاخر صافي الكمبليت كايوس والفايلنس والقتيلة وداك الشيء وداك ستوري ديالو كانت خيبة بزاف كان على ما عقلت في الكوميكس كان دفع جداه من الدروج حتى ماتت يعني هو تزاد بسيكوبات كان كيضربو هضرو عليها شوية انه قتل شي حد فاعلته ولكن ما بانش المهم لا فوالا فهمتي كان عندهم كاع لي زانكريديون باش يديرو شي حاجه اللي غادي فريمون غادي تخلي اللي غادي ديفلوبي البيرسوناج ديال ايدي بروك ولكن ما ديفلوب ما تما والو يلا ديفلوبين اكثر فينوم انه تفرق على ايدي ولا كيقلب على راسو كيقلب مي ايدي بروك ما عقلش انه تبدل وكان بزاف اللعيبات ديال مش كيتسمى داك لا لا لا
CGI كوينسيدنس اللي كتجي من والو كتحلك شي مشكل فهمتيش كتسمع انا جاي دوس اكس ماكينا دوس اكس ماكينا بزاف هذيك ما نديرهاش بشي طريقه كليفر ولا غير المهم دي بيرسوناج مثلا بحال صاحبته ولا راجلها ولا حتى هما كيضربوا معاهم مدخلين صاحبته صاحب صاحبها المهم ل مي سميتها ليكس ديالو والدكتور وسميتو صاحبها وزعما كيطايفوا معاهم بحالهم بحال سايد كيك ولا سايد كيك ماشي ولا هذيك لاسين ديال الانجليز كامله شي كارتونيسك ما عندي مشاكل كثيره مع هذا ولا وسميتها ولا اخر وصاحبت ماشي في صحاب بزاف صاحبت كارنج هذيك مرضى فهمتي كتستفزه ممثله واعره صاحبي ممثله واعره داكشي راه سي صافي ما عرفتش اش طرا لي في الفيلم ماشي دابا مكتوبش مزيان البيرسوناج حتى ودي هارلسون راه ممثل واعر وما دار والو ولكن المهم انا كنظن ان المشكل كامل في هذا الفيلم مكاينش في الكتابه مكاينش في القصه بالضبط كاين في الاخراج اللي هو اللي عند كان دارو عندي سيركس على ما سمعت واندي سيركس وقال اول فيلم ديالو كاع ولا ما عرفت اول فيلم اكشن ديالو اي جيس ما عرفتش اول بلاك باستر اونتو اول بلاك باستر انك تشي قفيت ممثل واعر يصرع عليك داكشي اللي عنده علاقه بالسي جي اي وهذا حيت هو خدم في هذاك الدومين ديالو داكشي علاش جابو قالوا ان فينوم كان ان ايدي بروك كيدوي مع فينوم ديما كيدوي بحال يعني هو غيجيبو السيد غادي غايدي وغيعاونو حيت عنده تجربه كبيره في فهاد اللقطه في فهاد فيش الغولم ودار البلانيت اوف ايبس بلانيت اوف ايبس بثلاثه فايت خدام مع ودي هارد سونتا يعني راه ماشي ما غيلقاش معاه مشكل حيت ملي كتخدم مع شي واحد كتعرفو ماشي من واحد جديد المهم وي انا عندي كنظن ان المشكل عنده بان من اللقطه الاولى كاع الى عقلتي البديه ديال الفيلم بان داك بانو ودي هارسون مع سميتو كليدس وقيلها كليدس وصاحبته فاش كانوا في داك الانستيتيوشن وكانوا كيدويو مع بعضياتهم وي قال لهم الصوت ديال راسهم هما كبار كان واحد الباد ليبسينك كان كيبان الديكالاج كان واحد الديكالاج قلت وي وي شنو هاد العجب على البداية يعني ملي كتبدا الفيلم بغلط كبير اللي ما كتدوزوش كتقول هدا كما قلت لك بي جي 13 كان عنده أثر كبير ملي كتشوف كارنج اللي كيخرج داكشي السيوفه والناجل وداكشي وكيقتل وكيدور ما كتشوف حتى شي حاجه من داكشي كيبان لك عندنا اللي كيقول صافي صافي ما مليت معنا سي جي اي اللي كان المهم فيجوال افكتس كانوا ناقصين كانوا طايحين حيت علاش فينوم هو كحل كيمثلوا اكثر ليه بالليل داك الجو اللي كيضرب بيه وداك الشيء المهم كلشي كحل كيقدروا يزربوا علينا في داك الشيء هذا احمر باسل اكثر في اللقطه ديال فاش بقى كيدور عرفتي ديك اللقطه باسله بعدا ما كيدخلش العقل حنا احنا في ساي فاي موفي في سوبر هيرو موفي ولكن خاص يكون لوجيك بقى كيدور بالمناجل حتى دار اعصار والناس بقاو كيديروا هايني كارتونيش بزاف ديك اللقطه ما كانتش خاصها دار كدار في اللعاب قايلا ولا شي حاجه ديفل مي كراي والله الا خلى واحد بلي شيري قال لي سي جي اي كان البلي 2 من الاخر قلت لي شوف ما شفت ما بقيتش ما نقول لك الاكشن براسو كان ناقص نورمالمون ملي كيشوفوا الجزء الثاني كيكون تطور كيقولوا بيجر از بيتر المهم يعني خصك تزيد طول تزيد تكبر في الاكشن سينز تزيد تسرعهم تزيد في سم الكريت ديال سي جي اي وداك الشيء شاف ما زادوش هادشي بحال عطاو نفس البادجيت ونقدروا نقولوا قل كاع كانت واحد اللقطه صافي تما عطاو باجيت ديال عطاو باجيت ديال سيمبيوت واحد ما يفرقوا علاش واحد اللقطه صافي ديك العيبه ديال حطيت صافي ما كيت حمار خلاو كان كليرس غادي كيقلب على سميتو فين كاين يلا خرج من السبيطار كيقلب على فين كاينه صاحبته اللي كانت مثيله بيس ترتويت على مشى دخل كاريكاتوري بزاف دخل بان لي واحد بيسي فشي سميتو فشي بيسري ولا
خشى الفينوم ديالو الا هو زعما السيمبيوت ديالو في بي سي بان واحد السيجي واحد التخربيق باس بحال شي لوجيسيال طلع ولا فين كاينه خطه بقى كيقلب كيقول اش كدير اصاحبي اش كدير شنو واش السيمبيوت عنده هاكر ولا ما لقطه ما لقطه ما والو تذاك الشيء تذاك اللوجيسيال اللي طلع وبين لي زعما الجي بي اس وبين لي فين كاينه بالضبط كان داكشي باس المصروعش بحال الدار نهار الفيلم وصافي فين خرج الفيلم وصافي هذيك هذيك اللقطه هي اللي كنت مرتبها بلا ما ندوي على ديك اللقطه ديال البوليسي اللي بان معاه في الاخر هي جات جرحاتو في عينو شداتو يد ليه كانوا كان بيلد اب شوي بشوي بحال غتوقع شي حاجه الاخر هزات ودرت ليها تخشي في عود هنا ومات اه ملي رجعوا ليه بقاو عينيه ولاو بيضين ولا ما عرفت شنو قال لي حتى لا راه هذا بحال قلتي واحد الفيلن جايب وحده وانا ما بغيتش نقلب عليه طلعوا لي الدم داك النهار ما بغيتش نعرف كاع يا عرم جيف فاك ما غنتفرجش كاع في الفيلم الجاي المهم ديسابوينتمنت ليزي رايتين كما قلنا داك المره كان داكشي باين باين انه صافي درنا الفيلم الاول كتبنا حاولنا فيه وصدق صافي عاود دير نفس المحاوله توم هاردي غيعتق ماشي للدرجه توم هاردي غيبيع لك واحد الفكره ولكن باش يخليها لك ديما راه موضوع اخر جات افتر كريديت سين اللي هي اللي بعت لي الموفي بعت لي الفيلم كامل تلعب بدل مزيان قدرت استفدت شي حاجه في هاد جوج سوايع ولا ماعرفتش ساعه لا كان ساعه ونص كان قليل بزاف كان فيه شي ساعه ونص قلت استفدت شي حاجه في هاد الساعه ونص بعد اللي كان بينو فيها ان فينوم مشى لليونيفيرس اخر عجب كان في واحد لوطيل يلاه قال لي غنعاود لك على واحد القضيه نقدر اللي الا كان بنادم ما فهمش نقدر نشرحها قال لي انا راه عارف بزاف الحوايج على اليونيفيرس اللي يقدروا يفرقعوا لك دماغك حيت في الكوميكس عندهم واحد الحاجه ما تسمى بالهايف مايند بحال قلتي كي كاع الفينومز اللي بكاع اليونيفيرسز عندهم عقل واحد بحال كيبارطاجيو مع بعضياتهم الافكار وداكشي اللي شافوا يعني هذاك فينوم واش كان عند سام ريمي وجا في افلام ديال سام ريمي واش داكشي علاش هو مع شاف سبايدر مان كاع كنعرف يقدر يكون حيت هذاك من يونيفرس اخر ومني مات لا حلي داك اصلا لا ديال سام ريمي وقع له كان مات حيت تحرك ياك كنشعل فيه العافيه ولا ما عرفتش وي لا نقولوا ماشي هو واخ زعما الا ما شاط من الاول نقولوا ماشي هو يعني داكشي اللي شاف داك داك فينوم راه كيشوفوا انا اش قلت قلت مني دلت التلفازة ها وشاف اللبسة دل توم هون شاف توم هون بوجهه وقال آه I know this man I know him ولا معتشان قال لي I know تماك مني شفت الفيلم وأنا كنت فرش في نووي هوم كنقول راه غيبان توم هاردي غيبان توم هاردي غيبان حد اللحظة وانا نساه معاه مع كثرة الحوايج اللي مني بانو سبادي ما جاء نسيته باش كنت سنة كنشوف الجينيريك بحال كوني ندير توم هاردي فينا هو ونقول دير توم هاردي صاحبي فينا هو والغيبة في افتر كريديت سين داكشي علاش كانت ديك اللقطة ديسابوينتين بزاف عندي في وي سميتو افتر كريديت سين ديال نو واي هوم الا جينا قالنا مع هادي يعني بحال اللي قلتي هادي محاولة ديال سوني باش انهم يلوحوا فينوم لذاك اليونيفرس كما قلنا قبيل صافي هادشي اللي قدرنا ندوقوهم منه ندوقوا منه شوية واش غيكون الكمالة ديال الفيلم الثالث زعما ديال توم هاردي ولا ما عرفناش واش موربيس الفيلم الجاي اللي شنا التريلر ديالو اللي كيبان زوين ولكن كي قلنا فامباير ما نشوفوش الدم راه غتقدر تكون ناقصه شويه بقات في الكرياتيفيتي ديال الصناع ديال هذا الفيلم كيفاش غيوريك الاكشن سينز وداك الشيء اللي فاش بقات شفتي اللي تسنى منه ماشي حاجه اخرى راه والو واش غيكون في نفس اليونيفرس ديال توم هولاند ولا ديال توم هاردي ما عرفناش المهم ليف ات فور تايم صافي هادشي اللي عندي على فيلم ولا ما نزيدش على داكشي اللي قلتي نفس المشاكل ديال المشاكل الصغار اللي كانوا في الاول كبروا في الثاني فوالا جو سي با واش طوم عرضي لي اونكور انتريس انه يكمل انا جو كرو كو غادي شي يكمل ما عرفتش انت واش عندك شي اخبار على قال لهم كان قال لهم في الاول الى وصلت 30 عام وباقا كنمثل سبايدر مان راه ما انا في خير بحال هكا قال لك ما غيعجبنيش ما 30 عام إلا وصلت لك توم هولاند لا لا توم هاردي توم هاردي ما عرفتش ما عرفتش الصراحة توم هاردي حيت فوالا جو با كو مازال غادي توم هاردي كان هو المنتج في الفيلم الثاني شوف في الأول وقيلا
كان هو الكاتب المهم كو رايتر حتى هو فيه يعني في برودكشن كامله ماشي بحال مي بو انا من جو بريفير يعطيو الناس اللي كيفهموا في هذا الشيء ديال احنا بغينا كومارد يبان مع توم هولاند وصافي ما صعيباش ديروا فاريانت ولكن يكون عند ام سي وما يكونوش يكونش عند سوني ام سي كيعرفوا يكتبوا دابا البلان اللي خلاو به نوي هوم راه قدر ما يبقاش يكون ما تقدرش تبقى تشوف سبايدر مان ديال توم هولاند في الام سي راه ديا فاش بقات هذا الشيء الا كان توم هولاند اصلا غيرجع راه ماشي سيو سي سيو كلشي ممكن كلشي ممكن فوالا نعم كنو قفلنا الدوسي ديال سبايدر مان وشركاه الوغ لا ديرنيير شوز هو كود كور ديال هذا العام بحال قلتي واحد دارك هورس جانا واحد من حيث لا ندري المهم شفنا وي شفنا التريلر كان بون كنهضروا على دونت لوك اب ديال ادم ماكي ديال ديكافريو جينيفر لورنس ميريل ستريب جونا هيل وزيد وادريانا غراندي باش نديرو حتى حنا بحال شي يعني ملي كتشوف علاش قبيله قلت لك فكرني لا بلاش باش قلت لك قبيله فكرني على ود امينيم دابا دو بليز اون بليز دو في السينما ولات لفت ان عندك وليتي عندك بزاف لي فان انت اكسيس عندك بزاف لي فان في لي ريزو سوسيو سي شي حاجه كتجيب لك بزاف الفيورز بزاف الناس يتفرجوا في الفيلم دونك دي فوا كيكونوا دي زاكتور واخا قدر عندهم غول صغير ولكن في البوستر ولا هذا تقدر تلقى صورته في البرومو شكون اريانا غراندي كان في البرومو هذا كانت كاينه في لافيش وكاين واخا ما عندهاش كبير كاينه في لافيش وكاين في التريلر مزيان مي هي كانت هي زعما ماشي ممثله خايبه انتما بدات كتمثل صغيره نيكولوديان ديزني المهم بغيف ماشي علاش شي هذا هو المهم في الفيلم الوغ انا الفيلم شفتو غير اليوم قبل ما ندير الاخر فيديو شحال هادي ما ضحكت شي فيلم بحال هكا انا فاصون كيعجبني بزاف الدارك هيومر كيعجبني بزاف الساركازم كيعجبني هاد لي ليجون دي مو كيعجبني بزاف حتى انا وعندك وكتشوف هنايا كاينين واحد ثلاثه ولا اربعه الممثلين اللي كتقول واش كاين شي دور ما كيعرفوش يديرو واش كاين شي غول ما يقدروش يديرو هاد الممثلين علاش ديكابريو من كتشوفو كيمثل هاد لو غول هنايا تقول واش ديكابريو كاين شي غول واحد اخر تعطيه ليه ويقول لك ما عرفش نديرو ميريل ستريب الغول اللي عطات جينيفر لورنس وان جينيفر لورنس الغول كيشبه شويه لدي تخوك دارت قبل مي صرعات الدور جونا هي مخلوق لهذا الدور هذا سميتها كيت بلانشيت يا سلام ما عرفتهاش في الفيلم عرفتها شحال وانا كنتسنى انا في راسي كاينه كيت بلانشيت في الفيلم مي ما عرفت ما مرقتهاش ديك الساعه في اللقطه في الشلابات المستشفى لا ما شفتش انا ما شفتش زعما في التريلر امبوسيبل نكون شفتها زعما نكون عرفتها حتى التريلر عاد من بعد شفت الكاستينغ عاد شفت الفيلم واللقطات الاولى ديالها في الفيلم ما رديتش البال عاد نقول والله الا كنت بس بلا شفت انت دايره اون كريس دايره دوك السنان ديال هوليوود هوليوود سمايل لا داخله في البيرسوناج ديالها ميريل ستريب كتبان عندها بحال عندها 45 عام فهمتي فريمون كاين واحد كاينين دي سين كي كتبان فلاش ديالها ولكن في الاول فريمون الي تري زعما سا الي راجوني وهذا مي فيلم احسن فيلم شفت هذا العام ما شفتش بزاف لي فيلم من هذا النوع ممكن عليك زعما كيما قلت لك ما جي با بوكو في بوكو د فيلم
انت اصلا لاكسي للسينما قليل و المهم غير داكشي اللي كاين الواعرين ديال الاوسكار والافلام الثقال كيخرجوا حتى الاخر ديال العام يعني تل... حنت... باش تقدموا مع ماكس وداكشي كيبداو من دابا. مي اون بليس نتفليكس يعني ملي كتشوف فيلم في نتفليكس صافي دغيا كتحقرو كتقول اه. وهذا من الافلام من زعما من 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 الحوايج اللي كيكونفيرمي لي على ان سي دوماج ان الفيلم يخرج في نتفليكس. حنت كنت نتمنى كل ما كانش في نتفليكس وكان كان خصني نمشي للسينما ونتفرج فيه السينما. حيت هذا الفيلم من احسن الافلام اللي نشوفهم في السينما ماشي على ود سبيكتاكل فيزوال وكلشي. حيت الضحك اللي غضحك السينما غضحك اكثر من انا نشتو جالس بوحدي. مش معني كتكون بوحدك كتكون ناقص جالس بوحدي. دوك لي سين كيفاش الاخراج ديال الضحك زعما كيبان لك المخرج كيعرف يدير الغياليزي الضحك تدريب مونتاج مونتاج سي تري اوريجينال. ما عرفتش واش رديتي البال المونتاج كيفاش كيقطعوا كيفاش كان الهضره فوق الهضره مثلا شي مره ماشي جوج كيغوت وكيشرح المهم ديك اللقطه الواعره اللي عنده في الفيلم راه كلشي غيكون عارفه. واحد اللقطه وسط الهضره كيبان لك صافي دليل ليه داك التمشيه باك في الطوموبيل كيقول لك باي اللي غديو نتا هذيك كاينه هذيك لا تكنيك كاينه شهيد شايفه ديال شي واحد كيكون واحد لقيته كيبان لك زعما كيكون كيتكون امتى تحبس لا جوستون لا انا شفت حوايج اخرين واحد دي 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 ستيل جداد في المونتاج اللي ما شفتوش افلام قبل ديال انهم كيهضروا وسط كتكون ان ديسكيسيون بانال كيقطعوا وسطها ماشي هادي ديال ديكابريو فاش كيبدا يغوت راه فهمتي واحد طالع هكا طالع هذيك لاشوت كتكون غالبا في ديك اللعيبه ديال كتكون غالبا ديك اللعيبه ديال والله ما نمشي كتقطع كيبان لك مشى هذه معروف مي هاد اللعيبه ديال ما عرفتش كيفاش نقول لك اكزامبل ما غتكون شتي الا عاوتاني شتي الفيلم غادي تلقى كتكون ديسكيسيون عاديه فيها غير ان فوا كتوصل لانفورماسيون اللي كتضحك كيقطعوا وسط الهضره كتكون واحد لافخاز المهم وين فيلم اللي تخي فان زعما عميق جدا الميساج ديالو عميق جدا ما كتشدش التليفون وانت كتفرج مثلا تفكر في التليفون سبحان الله يلا نقولها لك دابا شنو قلتي ما شدتش التليفون وانت كتفرج الفيلم سميتو دون لوك اب يعني بغاوك تبقى تشوف التليفون حيت هذوك لي ميشون الكوفيرنمون داكشي هما اللي كان كيقولوا دونت لوك اب يعني بقى حاضر تليفونك شوف لتحت وراك يقول لك حيد عينك من التليفون وشوف راه حنا غادي راه البلانيت ايرت راه غادي شي ديزاستر. المهم فيلم اللي تقدر تعاودو بزاف المرات وعشاك فوا غضحك والريتم ديالو ما كتحسش بلا ديغي ما تعرفوش واش طويل ولا قصير. المهم ما قلبتش شحال باقي شي حاجه صافي مشيت نيشان ما كاينش شي اكتر ما تقنش لو غول تمنى زعما تم الكاميو ديال كريس ايفنز هو تاود انا سي فريمون والاغنيه اللي غنتها اريانا جراندي كنت ضحك في الكريم هذاك لا لا شوف فيلم عجبني بزاف هذا الفيلم وقدرنا جود تايم كما قلنا المهم باقي شي حاجه تقول عندك شي ما تضيف سي بون ادم ماكي شجعني نشوف ليه حيت باقي ما شفتش الافلام ديال ما شفتش فايس ما شفتش انت بيك شورت وي بيك شورت نسيتي تقريبا جاني بحالو فايس باقي ما شفتوش الصراحه وي حيت سي كلكان اللي كيدير واحد ابارامون اللي ما فهمت انا دابا من لي تروك اللي كيدير سي كيدير واحد السي اللي ما كاينش اللي قليل بزاف اللي هو شي حاجه شي حاجه سيريو تهضر على شي حاجه تري سيريوز بحال بحال فواحد اللقطه بحال هكا تقريبا ماشي سبويلر ولا شي حاجه في بيك شورت كيبدا بدا كيشرح بزاف داك الشيء معقد الازمه ديال 2008 وداك الشيء قال غتكونوا دابا تلفت وياك ما فاهمين والو حيت كي كان في الفورت بريكين ذا فورت وول وي نخليكم مع واحد اللقطه ديال
سميتها كيلا سميتها اللي كانت مثل فور 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 ستريت شابة اللي بشكل ناومي الأسترالية سميتها وي بغيف مهم هذيك خلوها معكم باش هي غتشرح لكم هذه اللقطة باركة في هاد الطاب شد الكاس وباركة كتشرح يعني ديما كي 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 تفنن في ذاك اللقطة لأنه يبدل شوية كي المود اللي كان في وسط الفيلم كما قلت لك فايس ما شفتوش باقي شجعني أنني نشوفه حتى أنا كنت كنقول واقعية السياسة وداك الشيء صافي تسطع راس ولكن إلا كان فيه غير شوية من هاد الشيء ديال الضحك راه مزيان بيك شور تا هو كان فيه ولكن ما وصلش لهذا النيفو حتى هذا بيور كوميدي بعد بلاك كوميدي الأولى عاد إن شاء الله آخر هو راه بحال قلتي فيتيرن كبير في الكوميدي من ناحية الإخراج راه هو اللي مخرج ستيب براذرز وأنكور مان جوج أفلام واعرين من ناحية الكوميدي يعني بيور كوميدي كانوا بيور كوميدي ما كانش شايف منهم شي هدف ولا شي حاجة هو الأبسورد فيه الأبسورد بزاف زايدين فيه ذكرني في دي أوفيس أنا بزاف لي بزاف النويطات اللي كانوا لكل لي أوكورد سيتويشنز ولكن اللقطة ديال الجنرال فاش عطا سميتو السناك يعني هذيك اللي كرا وفيما كتفكرها مع ضربت شي أعوام من وراء لا شحال كان عندهم من يوم باش يجي 6 شهور 5 شهور المهم ضربت شي شهور من وراء في الأول باقي تسول نفس السؤال علاش كاين اللي الجنرال علاش قدرها في راسه وكان واقيلا ذكروا في الأخر في النقطة الأخر في الداينين فاش كانوا كيدويو على المهم لابطال الساعة غنعيط وداك الشيء كما قلت كاست واعر كل ممثل بان بواحد الشكل واعر حتى من ارماندي اللي ما كنتش كنسمع شي حاجه حتى هي صعد ديك الدور ما هضرناش على واحد الممثل واعر سير كمل اللي هو مارك رايلانس اللي دار مارك رايلانس جيني تشيزي اكثر من القياس جيني كارتوني جيني تشيزي شويه كارتوني ثانكس ان كاريكاتور ديال ستيف جوبز ديال بحال هكا ستيف جوبز ايلون ماسك ديال ايلون ماسك كومباين اللي ولكن سرع ما عنده حتى شي ايموشن بزاف بعد في التخليل اللي دار قالوا ليهم بليز دونت ميك اي كونتاكت وذ ما عرفتش كان سميتو باع في الفيلم المهم كانوا بيتر شي حاجه ايشيرفل جون هيل كان واعر جون هيل السيد راه كي خطير جوكس اللي كان كيدير الهضره اللي كان ضد اللي كان شاد مع جينيفر لورنس اللي حتى هي معروفه على ممثله واعر قد تطور واعر واحد الحاجه لاحظتها هذا الفيلم كل خرج في 2005 4 شي حاجه بحال هكا كنا غنشوفوا على ان سميتو بيرسوناج ديال ديكابريو مع جينيفر لورنس كان غيتقلبوا بحال لورنس هي اللي غيبينوها على انها هي اللي غتبان في الاشهارات حيت غيبينوها زوينه حيت المراه هي اللي خصها تبان سكسي وداك الشيء راك عارف هنا قلبوها وعجبتني جات اون بوينت ماشي جات غير باش حنت دارك هيومر حنت ان فيلم ديكالي دونك ديكالاو فهمتي مشاو لك قال زعما هذا الشيء اللي واعر في الفيلم انه غير متوقع وغير متوقع فهمتي كليشي ديال عرفت دار لك جاب لك ان بريزيدون بحضر لك شويه الباتروتي باتريوتيزم ولكن بالكريتيك فهمتي بينو عبيط كاينين كاع بزاف اللقطات الى بزاف اللقطات كيبان راه كيبان كتكون شي لقطه في مساج خايب ولا شي ولا كتضحك درابو ديال امريكان لور يورف ريف العكس ديال مثلا سبايدر مان فاش كيكون في شي سين ديال زعما راه زعما داك السوبر هيرو فوز وكتكون ورا درابو امريكان يورف ريف هذه نفس القضيه ولكن في ديال انا من افلام زعما من القلال اللي دير مو كتعجبني شي لقطه كنرجع مع دابا نيفليكس كتفرج كتقدر تعاود شحال من لقطه رجعتها باش نعاود نضحك انت كتكون هذا كان هو افونتاج مي كنفضل كنكون ضحكت مع البوبليك ونعاود نشوف الفيلم بوحدي وندير انا قلت علاش قبيله قلت واحد اللعيبه قلت قبيله في البدايه قلت دارك هورس علاش دارك هورس
دارك وورز هو زعما داك اللي ما كناش كنتوقعوا من عنده شي حاجه زايد حيت هاد النوع ديال الافلام اللي كيكون فيهم كاست لهاد الدرجه واعر بزاف ديال المبتدئين كيكونوا كراودد بزاف ما كيوصلش لذاك السقف ديال التطلعات اللي كنشوفو كنا غنقولوا مثلا فيلم فيه هادشي كامل غيجيب لك غيكون ما بيهش غيكون فلوت بحال لو كان واحد فيلم شحال هادي وقع على نفس النوع سميتو هيل سيزر كان فيه توا جون هيل كان فيه شي وحدين بزاف كانوا لي كانوا فيه ولكن على ما سمعت ما شي حاجه ما كيف ما قلت كيعطوا كيبغيو يبينوا كل واحد حقه كيبغيو يعطيو كل ممثل هيز مومنت تو شاين هذا عطى الفيلم عطى كل واحد حقه صعيبه بزاف راه شفناها حتى في سبايدر مان وخاص دينا الشابيتر ديال سبايدر مان وحنا طويل شفنا حتى في فيلم ديال سبايدر مان انك تعطي لكل واحد كل ممثل صحيح تقيل زعما في الساحه تعطيه حقه وتعطيه اللقطه ديالو واعره وتعطيه شي لاينز اللي يكونوا زوينين راه ما ساهلاش يعني هما عطاو كاست زوين اشنو غدير بهم بالفلوس ديال ديزني ولا الفلوس ديال نتفليكس راه هذا يعني جاني صرع قضيه البيرسوناج اللي نقدر نبدلو اي واحد تقريبا هو تيموتي شامل يعني انا كنتوقع يدير شي بيرفورمانس زعما كانوا قدروا يديروا مثلا اي مهم ما خيبش ما كانش لا فوالا سيتي كوريكت وصافي هو هذاك دار اللي عليه ومشى اما داكشي تقريبا الاخر كلشي كان كابري وكان ما عندك ما تقول عليه داك السيد ما انا قلت كيفاش غيبان فيلم بحال هكا زعما فيلم ديال نتفليكس زعما كنتوقع ديال نتفليكس انها غتكون ماشي شي حاجه اكثر من نتفليكس حيت في كاع الافلام اللي داروا يلا تقريبا عندهم شي جوج ولا ثلاثه اللي كاليتي من حيث الأوسكار ومن حيث اللي هما وقيلة أيرشمان وروما وقيلة هذاك اللي كان بيضوك حلو اللي كان ترشح الأوسكارات مش هي حاجة بحاجة مهم هذاك مش شوش أيرشمان شفنا عارف إيش باقي خور إلا بشيتو قلبتو في INDB ولا في روتين توميتوز غتلقى واحد الميكست ريفيوز علاش؟ شي وحدين من الكريتيكس كيقول لك لا هادشي ما خصكش تضحك فيه قال لك تو ماتش اون ذا نوز تو ريل بحال شافوا ان هاد السيد هذا ما كيمشى استغل البلان ديال كورونا حيت الا بلاصت الكوميت ولا النيزك اللي طايح دير بلاصتو كورونا كيعطينا نفس الفيلم نفس البلان بحال استغل هاد الكورونا وبغى يعطينا فيلم وبغى يطلع على فوق من هاد الموجه اللي عانى منها بزاف الناس وما خشيتش يكون بحال هكا لا هادشي راه واقع هادشي دابا هادو الناس اللي كيهضروا بحال هكا هادو هما النوع اللي حتى جات كورونا عاد اكتشفوا ان راه كاين شي حاجه سميتها غشاف مكليماتيك وان راه المشاكل كاينين راه الناس راه هما اللي زعما هادشي راه ديما كاين راه كورونا غير وراتك انه راه يقدر يوصل عندك حتى لدارك سي با المشاكل راه كاينين صافي راه كاينين غير فلاشين لا راه الحرب كاينه غير في كذا لا هذه راه طرات لها وجات عندك الدار حيت اغلبيه الناس الامريكان كتلقاهم بليفيز على علاش واقع في العالم اخر لدرجه انه كل اللي ما عارف كيسولوا لك الفيديوهات اللي كتشوفهم كيسولوا الناس كلتشر جنرال عندهم ناقصه سميتو كيقول لي عطيني شي دوله من افريقيا كيقول لي على افريقيا ماشي دوله ماشي دوله اتس تراب زعما راه مدكي زعما راه شي حاجه لا السيستم ميديكال تي بروبلم كانت واحد الظلام شحال هذيك كنسمع هاد الكاست كيقول لك ديكابريو جونا هيل جينيفر لورنس شي كامل كان معاهم واحد خينا اللي باباش الفيلم ماتيو بيري ديال فرانس كان في الاوريجينال كاست كنت كنقول ويلي قلبت عليه الفيلم ما لقيتش قلبت عاوتاني في جوجل لقيت السميه ديال الشخص البيرسوناج ديالو مات ولا بات شي حاجه ما قلتش على ديك السميه بالضبط ولكن ملي عرفت تخيل شنو الغول اللي كان هادي الخونه اللي داير في ديك الاذاعه ديال فوكس نيوز اللي هو اللي كان مثل فيها هادشي عرفتي اللي نيزك طايح هو باقي كيدوي على شي موضوع اخر وباقي ممتيق زعما كان يقدر يكون الدور شي اللي بان لك الدور ديالو يعني يجي زوينه وقيله كان عاطينو لاينز كثر ما حدهم جابوه هو راه وبدلوه في الاخر يعني هادشي اللي بان لي ما بدلوش في شي واحد حامض وجه بدلو مبتل هو راه معروف ماشي شي واحد اللقطه ضحكتني بزاف انا صافي ضحكت لك اللي كتكون ساكت كتضحك على الجهد نيزك طايح هذاك خين اللي صيفطوه في الاول الفضاء
شاد السلاح كيقول اه يو ويل نيفر جيت مي، هذيك 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 الصاطيه تضحك على ال على سميتها سكند امندمنت ياك. كاينين الحق في التسلح عند المواطن الامريكي. كاينين لا ما كيبقى لي مغ هو احسن طريقه باش تكريتيكي شي حاجه. فاش كان غادي تما كيقول شي نوطات بشكل راسيست كيقولوا ديفرنت جينيريشن ديفرنت جينيريشن. المهم بينوا اللقطات او افتر كريديت سين اللي كانت زوينه ولات موضه القديده الافتر كريديت سين. ما كنتش كنتوقع انا في هذا الجونت الفيلم يكون افتر كريديت، بقيتش كنتيق اي فيلم كما كان كندوز الاخر ندوز جيني لك بحال هكا راقع كنمشيو لك السينما ما غديرهاش غالبا ما غديرهاش خاصني ما كيشعلوا لك كيشعلوا لك الدمعه اخراج فلان. لا كاين تطور بحال دابا في فيلم ديال سبايدر مان كنا بلاص ما نبقاو نتسناو جينيريك كامل باش نشوفوا التريلر ديال دكتور سترينج السيد دوز سميتو دوز الجينيريك كامل بغا يمشي بحاله. حنا في الاول تخلعنا قلنا تحبس بقينا نغوتوا واش كديروا ويدوز جينيريك وحنا نقولوا في الاخر هو تقطع تقول لي واش كديروا كنتي تقول لي تسنى ربع تشوف سميتي شعر الله. المهم ما بقاتش بنت لي شي حاجه ما يتزاد على هذا الفيلم. المهم عجبني يقدر يكون كما قلت انا ما نسميش احسن فيلم في العام حيت باقي ما شفتش اللي شفت ماشي احسن فيلم اللي شفت احسن فيلم كامل اللي احسن فيلم اللي شفت ما خصني تنراجع ما نقدرش نعطي التايتل لميشيل غيكون في التوب 5 نقدر نقول غيكون في التوب 5 كاع الا خصني تنزيد نشوف الاخرين حيت من الكاليتي كانت واعره ومن الاكسبيريونس كانت واعره. طيب ما باش كاين شي ديفو زعما ما لقيتش حتى انا ما لقيتش اللي معجبوش راه معجبوش اللي جا زعما يقدر راجل خويا كاع يقدر ياخذ اوسكار على المونتاج يقدر انت المونتاج فريمون سي ان كيبان لك ممثلين يقدروا ترشحوا مثلا ديكابريو مثلا يقدر يترشح على حساب معامن غيترشح وي حيت كاينه ديك لا كاتيجوري ديال الكوميدي ميوزيكال هذيك ديال سميتو ديال جولدن جلوب الذي كيدير جولدن جلوب كتشوف اوسكار الاوسكار غادي على حساب معاه الاوسكار ديما على حساب مي مش حيت انك هذه مشكل عاوتاني ديال ان ان رول كوميك شويه كيكون ديما محكور في alors c'est pas le jeu le plus facile انك بيرسوناج اللقطات اللي كان كيدير في الطواليت فاش كان مخلوع كيتنفس وهذا كان واعر كلشي كيما قلت انا الا كان ترشح هو ترشح هو الف فول ستريت هو الف فول ستريت هو نفس النوع يعني ما كايناش دونك راه غيترشح لا وغيترشح ولكن ماشي يدي الا كان شي غول مثلا واحد بحال ويل سميث مع يمكن ويل سميث ما شفتش الفيلم ديالو مع كين غريتشر كيقولوا عليه هاد التجربة ما شفتش كبير ولا غير لي بايوغرافي كيكونوا غالبا بيوبيك يكونوا اوسكار بيت اكزاكت اكزار بيت اوسكار بيت ويقدر يحمد عليه مي فوالا ميري ستريب. انا صراحة ما تنفرجش لا في افلام ديالها بزاف يعني باش نحكم ولكن فيما كتبان لي فشي فيلم ولا فشي دور عمر ما شفتها فشي فيلم قلت عيانه ولا شي واعر سيدي اكثر في الدور عجبتني بزاف سرعه الدور وكيفاش ديك اللقطه ديال مول الشكاره هو اللي كيحكم هادشي كامل جا كانوا مطلعين الصوارخ قال لهم صافي حبسوا صافي حبس رجع فراني علاش عدنا ديك البلان اخر ما كان داكشي مصروع اخراج كان واعر حيت باش يكون عندك كاع هاد الممثلين كلهم كل واحد من كاتيجوري بوحدو كل واحد من المدرسه بوحدو كلهم يضحكوا لأن الكتابة والإخراج ديال لسان كوميك كانوا واعرين. ما عندكش أن أكتور ما عندكش أن أكتور هادو أكتور ديال الضحك. جونا هيل مثل في أفلام ديال الضحك مي سي با أن أكتور كيضحك سي با زعما سي با ماشي بحال ماتيو بيري ولا زعما سي با دي بون هادشي اصلا هو ما عندوش بزاف زعما ما بقاش بزاف نيامات يمكن جيم كاري
وشوي المهم اللي زاكتور اللي يكونوا سبيسيال في الكوميدي مي كلهم كيضحكوا فريمون اكثريه الافلام افلام الضحك راه ما بقاوش كما قلنا في الحلقه اللي فاتت قلنا ها هو هذا فيلم يعني انك تشوف شي فيلم بحال هكا نقي كاليتي مزيانه وكاس زوين وفي شي كامل وكوميدي من الفوق راه ما عندك مشكل كلي ما غير صايب كلي ما غيفهمش هادشي كلي ما غيفهموش انا هاد لي جون دي مو ماشي ماشي هاد جون دي مو اصلا ماشي كل شي كل شي كيعجبو البلاك كوميدي كت كتربني انا بعدا فين ديجي نشوف بهذا كنكونوا سالينا الليست ديالنا وي 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 اون قرقبنا الناب قرقبنا بزاف نو حلقه تعجب الناس دي الحلقه الثانيه ديال تقرقب الناب اونكورين فوا شاركوا معنا في لي كومونتير شنو عجبكم شنو ما عجبكمش عطونا التوب 10 ديالكم نتوما ديال الافلام ديال سبايدر مان ديال الشوز ديال الام سي يو تما لي شوز ديال الام سي يو لي 5 شو اللي كاينين دي سيري وشنو هو احسن فيلم عجبكم لحد الان احسن فيلم عجبكم في 2021 فوالا و اللي عجبتكم الفيديو بارطاجي ولايكي و سبسكرايب سبسكرايب فوالا شي اللي كاين الى الحلقه القادمه ان شاء الله.